اسمك؟ انا اسمي مؤمن عاشور. ايوه مؤمن، ايه الموضوع؟ انا حضرتك انا جيت هنا على اساس ان هم بيقولوا ان في بلطجيه ومش في بلطجيه. انا كل اللي لقيتهم طلاب جامعه معاهد، ناس مستوى عالي مش ناس بلطجيه. وثانيا انا راجل موظف مسرحي في قاعه منف اللي خلف البدلون، يعني اشتغلت مع نجوم كبار، ونجوم كبار يعرفونا احنا مش بلطجيه. البلطجيه هو حبيب العدل وحسني مبارك واللي حواليه العصابه، واحنا بنقولها بصوت عالي ومش هنخاف. ابعت اللي تبعته، احنا بدمنا هنجيب حقنا، لو هنموت ونسيبها لك فاضيه اسمنا ان احنا متنا ابطال. زي ما السفيره الامريكيه اللي هي الدبلوماسيه قالت، اقوى شعب في العالم شعب مصر ومفيش زيه. احنا بنثبت كده للعالم كله ان مفيش زينا شعب مصر. شكرا. العفو.